الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. اهدي اهدي حاطت بنا من كل جانب يا ابن الهدى أدهى المصائب. أهل الخنا تبدي الحرفا ولم يعد للعلم طالب قد فضل الأشرار دنيا ما عاد من يرجو الرشادي. لبيك صاحب الزمان لبيك صاحب الزمان. مهدي 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 المصاحب قد حليت كل المصاحب. كسب المساجد بالزخارف كسب المساجد بالزخارف. أما الهدى بات غريبا والفعل للقول مخالف فعل للقول مخالف. قول النبي قد تحقق والدين من هجر ينادي لبيك صاحب الزمان لبيك صاحب الزمان. لمعقل الإرهاب قاسم
عقل الإرهاب قاصين قد شوه التكفير نهجا نهج على فوق الأحقاد نهج على فوق الأحقاد لبيك صاحب الزمان لبيك صاحب الزمان مهدي حجيها قد جاء الشباب ذيل به تجلى الصعاب الشور قد عد نفوسا سطرت عرق البحوث طوعا لك تبدي انقيادي قد سطرت عرق البحوث طوعا لك تبدي انقيادي لبيك صاحب الزمان لبيك صاحب الزمان سيد عباس السبتي انشوري للأشبال نادى كفينا الرايات عادى انشوري للأشبال نادى فينا الرايات عادت شوقا لك الأبصار تصبو شوقا لك الأصبار تصبو أشقى لك الأشبال حنت أشقى لك الأشبال حنت قد عدها الأستاذ جيشا عدها الأستاذ جيشا بفكرها تحيي العباد لبيك صاحب الزمان لبيك صاحب الزمان مهدي